رحت بيه. فبركة يا فندم، فبركة. حضرتك عارف جرايد المعارضة، هو يعني علشان شوية عيال بايظة بتشرب مخدرات في جامعة يلبسوها فينا احنا؟ وبعدين موضوع الطوابع ده مش جديد ولا حاجة، ده معروف في العالم كله. يا سيادة اللواء، بدل ما تبرر الكلام شوف شغلك. وبعدين يعني هو انا ملاحق على اللي ورايا عشان اسيب شغلي وانزل احل لك مشكله جامعه الصفوه دي؟ يا ريت يا فندم، عشان نشوف سعادتك كتير. بدل ما تشوفني يا ريت تشوف شغلك. بقالك شهور ومش عارف تحل المشكله دي. اقتحمت الجامعه 3 مرات ما وصلتش لحاجه، ما نبنى بس غير وجع الدماغ من ابهات العيال دول. الموضوع ده لو ما خلصش يا نجدت مش هيبقى في صالحك، وانت فاهم كده طبعا. فاهم يا فندم فاهم، وده اللي خلاني اجل ساعتك دلوقتي. انا يا فندم عندي خطه ما تخرش الميه. ايه الخطه يا نجده؟ تقول وخلصني. حاضر يا فندم حاضر. احنا هنجيب ضابط متخرج من دفعه جديده ونزرعه في الجامعه وسط العيال المشتبه فيهم عشان نعرف السكه اللي بيجيبوا منها المخدرات، ونمسكهم وهم متلبسين عشان القضيه ما تطلعش بايظه والدنيا كلها تعرف ان انا قصدي ان سعادتك انهيت المهزله دي. برافو يا نجده برافو. كنت مخبي الاقتراح الهايل ده فين؟ انا كنت شغال عليه في صمت. بساعاتك برضو اللي علمتنا كده يا فندم. بس عشان ننفذ الخطه دي محتاجين ضابط محنك عنيف، ضابط حديث التخرج. بالظبط يا فندم، هو ده اللي رعيته وانا بختاره. طب فين الضابط ده؟ ها؟ هو موجود يا فندم موجود. بكره الصبح يكون في مكتبي. دلوقتي انا هتصل بالوزاره بلغهم الخطه عشان يهدوا شويه. ما نستنى شويه يا فندم عشان السريه. توريطه. الو؟ فين الوزاره بسرعه؟ طب اسمعي النكته دي. واحده متهمه عندي في الاداب، ابنها بيقول لها ماما ماما انا بحبك قوي يا ماما، قالت له خلينا اصحاب احسن. تقلي معارك هنا حيوان انت. اسف يا بيه، انا لقيت حضرتك اتاخرت، قلت انا اعمل شويه تليفونات مهمه. شويه تليفونات من تليفون الشغل؟ فاهم نفسك انك في بيتكو؟ حاجه غريبه. ايه يا جماعه؟ يلا جهزوا بسرعه وتعالوا لي، مفيش وقت. حازم امشي دلوقتي من وشي لحسن، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي ومش طايق اشوفك. انت هتقرفني في البيت وهنا كمان؟ انت ايه اللي جابك اساسا؟ مش حضرتك اللي قلت لي تعالى ورايا على الاداره يا بيه؟ قلت لك 100 مره ابي دي هناك عند اختك فوزيه في البيت، هنا انا سياده اللواء، فاهم؟ يا ابي قلت لحضرتك 100 مره انقلني عندك في المخدرات واستفيد من حماسي. حماس ايه ونيله ايه؟ استنى لما اشوفك هتعمل ايه في قضيه سينما السيارات. يا اخي ما تقبضش على واحده وهي بترضع ابنها. ما هو يا حبيبي يعرضوا افلام. استنى بره يا حازم، استنى بره يا حازم. افلام؟ استنى بره. اسف يا باشا. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ تمام يا فندم، حضرنا صور ضباط دفعه 2001 زي ما حضرتك امرت، وفاضل ان سعادتك تختار الراجل المناسب للمهمه. كويس، فرجونا الصور بقى بسرعه. ساتر يا رب. ايه يا جماعه ده؟ في ايه؟ احنا عاوزين ضابط نزرعه وسط طلب الجامعه مش وسط مجرمين في سجن. ايه ده؟ ماشي. دي دفعه 2001، دي دفعه عرابي اللي انتوا جايبينهم. انتوا جايبينهم منين دول؟ ماشي. ده بالذات لا خالص، تشيلوه. ده مش بس هيبوظ لنا المهمه، ده هيموتنا احنا شخصيا ويخوف الطلبه في الجامعه. الولد ده شكله وسيم، ايه رايكم؟ مظبوط يا فندم، صورته بتنطق. اسمه ايه الولد ده؟ ده بسيوني، عبد السلام البسيوني يا فندم. ابن اللواء عبد السلام بسيوني يا باشا. ايوه 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 ايوه، ده اللي كان عامل قلق في الداخليه ايام خدمته حضرتك. عارفه، اكيد الولد ده واخد قلب ابوك جامد. هو ده. تعالى يا حازم. عمرك سعاده الباشا. قول لي يا حازم، انت لسه فاكر زمايلك بتوع الدفعه؟ الا فاكرهم يا فندم، ممكن اوصفهم لك واحد واحد يا فندم. لا مش اوصاف، مش للدرجه دي. انا بسالك عن مجرمين، انا بسالك عن دفعتك. في واحد فيهم اسمه بسيوني، عبد السلام بسيوني. بسيوني بسيوني يا باشا، ده عشره عمري، ده توأم روحي يا فندم. والله ده عشره الكليه وفصيله دم واحده، ده احنا عشنا مع بعض اكتر ما عشت مع حضرتك وفوزية اختي سعد. يا اخ وطي صوتك شويه. تحت امرك يا باشا، بس لو في حاجه الواد عملها قول لي يا باشا وانا اقدمه وده دفعته واعرف اتصرف معاها كويس يا فندم. مفيش حاجه، انا بجمع بس شويه معلومات عنه. من ناحيه المعلومات يا باشا، انت جيت لقناه المعلومات كلها.
الواد بصراحه فندم، بسيوني بسيوني ده بالذات اخلاق وذكاء وابن ناس ومتربي كويس قوي فندم. برافو. بس ليه يا باشا سعادتك يعني بتجمع عنه في الحقيقه؟ حازم هو مترشح يتنقل عندنا هنا في المخدرات. ده واطي يا فندم. نعم واطي. مين ده؟ الواد ده بالذات اوطى واحد في الدفعه. تصدق لا يا فندم سعادتك؟ بسيوني واخلاقه مش كويسه. الله. ولعلمك يا فندم، ولا انا يا فندم ما احبش اتكلم على حد وحش. انت هتقول لي سعادتك يعني ايه؟ طب وفصيله الدم؟ دم ايه يا باشا، ده ما عندوش دم اصلا. بسيوني. اه يا فندم انا قطعت الدفعه كلها بسببه سعادتك. اهلا اهلا اهلا، هو فين اشوفه؟ سياده اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. اه ماما. اه حبيبي اول مره زورني. ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومعاه بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني. يا بابا يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش. اهلا بسيوني. ازيك يا باشا؟ يا ابني روح شوف عروستك. يا الله. صباح الخير يا بسيوني. صباح الخير. سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه انت شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. انا هستنى معاك. يا بسيوني اقول لك على حاجه تانيه. يا بسيوني واللي بيسمي يا بسيوني بس اتفضل. يا بسيوني يا حبيبي اقول لك استنى بس اقول لك. اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. العاني يا بابا، العاني يا بابا. شفت بسيوني عمل فيا ايه يا بابا؟ البنت اتنرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه بلا شيل التقدم. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاضي الستار يا بابا. يلا يا بنت يلا انكري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجرى لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جهازي من الجورنان دي يعني مهمه كوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعدة صواريخ. الله. ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحة. أقوى شخصية في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الأرياف يا فندم. لما هو كفاءة وجامد كده مش كنا احنا أولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم إنه بيخدم في منطقة مقطوعة، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. أنت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ أفضل أحبك طول العمر. أحبك. أوباش. مسك ايديها. نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت. خليهم يسخنوا على بعض شويه. تينا نتفرج. انا مش عارف الحياه من غيرك كنت هقضيها ازاي. ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش. احنا في صحراء مش في جنينه الاسماك. حنين عليا طول عمرك. لا مؤاخذه يا باشا. اوباش كده سخنوا قوي. نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. انا اليوم ما عرفتك. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدة يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرح. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبهولي من تحت قطيع الارض.
ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك، تجيبهولي حيا او ميتا. علم يا سعاده الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تامر وشرين. ترى يلا بابا. ما اتاخرتوا ليه يا اولاد؟ عشان عمو ده مجنون وشو. برافو يا حبايبي. انا مالي يا بابا، اذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهيه. ايه عمليه تجميل؟ بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف اللي يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا، ابوها ينتقم وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا، ودني بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه، حازم بسيوني الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يلا لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بس والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يلا لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتك كانت هتتكسر. بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر. انت صعبت عليا. بنسى الحاجات ده. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد يا بسيوني. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا باس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكي ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. ادي وحشني. ادي وحشني يا مسجوني. يا فقر. ابعت لك عيش وحلاوه كل يوم. يا فقر. كل يوم ابعت لك عيش وحلاوه. يحيى العزم. يحيى العزم. قدامي. تمام يا فندم. قبضنا على الضابط بسيوني. الله يخرب بيتك، انت ايه اللي حببته ده؟ انت في ايه في دماغك؟ ربط الكرفس ليه بس يا بيه؟ سعادتك قلت لي عايزه حيا او ميتا، انا جايبه لك يا فندم اهو بدون اي نقطه دم واحده سعادتك. طب قرب من قدامي وحسابي معاك بعد. امشي. شفت يا عم اهو زعل. يا ريتني ما وقفتك تجيب ورد. اسف يا باشا. افتح الاساور بتاعت الباشا يا فندم. اطلع بره يا حازم. معلش احنا اسفين على الموقف الباير ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جورنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. انا هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانة؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ سرع يا فندم. ايه؟ سرع يا فندم، سرع. ألف سلامة للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لسعادتك. مش ده؟ مش ده؟ ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجدة؟ ده حاجة بسيطة يا فندم، ده أنا الود ودي كنت اشتريت جنينة بحالها لبنت سعادتك. مالها بنتي؟ هي مش عيانة يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجدت، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم، صقر. خلاص خلاص، انا متفائل بيه والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا ان ده هو الشخص المناسب. انا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم، على بركة الله. نجدة باشا الحقني يا فندم. خير في ايه؟ ده ملف الضابط بسيوني من كلية الشرطة وتقارير خدمته. كويس، ايه المشكلة؟ كل التقارير يا فندم بتقول ان الاول على دفعته 3 سنين وكان مساعد كلية في السنة الرابعة. ايه؟ ده غير الاخلاق والادب والمثالية اللي هو فيها، ده كده طلع ورور يا فندم. يا نهار اسود. ورور؟ وريني. علي جرى من مراسيلك، علي جرى بس المرسيل هو
الجريمة والضعارة، يعني مسيوني باشا، يعني الأمن والأمان، يعني الشرطة بخدمة الشعب، والشعب يجمع عينه عشان الشرطة. واسمع سلام رغبة الأجيال، لما محمود عبد العزيز فتح الراديو لقى مصر غالبة تنزل. كله تمام يا باشا، الحمد لله. الأمن مش مستتب والنفوس مش صافية، وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة من 30 محضر. يا عم اختفى أنت بقوا مو 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. طب من فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا عند أهل العروسة. لا عند أهل العريس. ولا أهل العريسة ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. ومالك؟ أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا باشا. إيه يا إخواني؟ البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. وبعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب، ومهما كان دليلتوا العمر. ها؟ رواقوا. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك. ولا بمقام ابني كمان، ده خلى رقبتنا زي السمسمة. ايه يا جدع انت الكلام المسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعادة الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجة يبقى راجل ناقص وواطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله أكبر، سعادة الباشا قال الحقيقة. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفة. ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشا، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه. الصراحه يعني ده مبلغ قليل. فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايه ده؟ اعراض. طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جوه. دخلنا في اعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب، مش عشان فكنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده، ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدين. 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي الحظابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الظابط بسيوني؟ ايوه الظابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا فضل خيرك، اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر. ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط بسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. انت كلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض. ما انت قلت له يا معفن. قال لك يا نتر يعني الشتيمه. طيب انت مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ يا ابن الباشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الظابط. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وحبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجد الباشا اتصرف بسرعه يا الظابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. في بيتك.
فندم. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكيت ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما زرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس. وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك الأول على دفعتك 4 سنين. ما هي دي المصيبة دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك. أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. انا ليا حساب مع الكلب اللي دبسني فيه. طب انا عايزك تلبس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة قبل فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. يعني النهاردة مثلاً سبت عملية ورحت نفذت له مهمة، بدل ما يشكرني بيهزقني قدام بسيوني بسيوني، رغم إنه عارف إنه صاحبي ودفعتي. معلش يا حازم يا حبيبي، هو نجدت كده طول عمره بيحرجني قدام أهلي. فين أهلك دول يا مدام؟ رد عليا، فين أهلك؟ ده غبي بقى بسيوني لبط وواطي. انت عاوز تلبسني في الحيطه؟ اعمل لك ايه يا ابي؟ ما انت مش عايز تنقلني عندك المكافحه وانت عارف ان انا شاب مكافح وقد كل حاجه وحطيته مكاني فاضطريت اكذب واخبط في الدفعه كلها. تكذب عليا؟ عاوز ضيع مستقبلي ومستقبل اختك الغلبانه دي؟ انا عارف ان اخرتها هتنقل موسيقى الشرطه وانا ما في اصحى نفخ الكلارينيت. ما تقلقش يا ابي بانفخ انا مكانك. لسه بتهزر؟ انت بيهزر؟ اخوكي بيهزر. تعال تعال يا حازم تعال هفهمك بالعقل كده. يا بيه كده يا بيه بوظت لي الرجيم يا بيه. يا فندم انت عصبي معايا قوي. يعني اديني فرصه تتخطاني تروح تقابل السيد المساعد وزير الداخليه. بتورطت فيك. اسمع بقى المهمه اللي انت متمسك بيها وريني هتعملها ازاي. اقوم امشي يا فندم؟ يا ريت والله شكلك كارهني. والله يا ريت تمشي. انت لو فتحت قلبي دلوقتي تلاقي نفسك ماشي. يا ده حلم حياتي ان انا اعمل ايه متورط فيك. الجامعه دي اسمها جامعه الصفوه الدوليه. في عيال في الجامعه دي متورطين في شراء مخدرات من بره. الوسيله اللي بيجيبوا بيها المخدرات لسه لغايه دلوقتي احنا ما نعرفهاش. هدف المهمه يا استاذ بسيوني الدخول بسرعه وسط الشله بتاعت العيال دي. طارق الكرمي الشهير بفرق مانشستر ده عامل لي فيها زعيم الشله. وبايز ابو امه عايشين في الخليج بس بيصرفوا عليه بزخ. دي بقى يا سيدي مايا عبد الحميد ابوها راجل اعمال كبير بس بنت غريبه وتصرفاتها اغرب منها. ده بقى حمزه عبد الحق الشهير بحمزه مارتن مطرب فاشل بس عامل فرقه وبيغني فيها. انجي صلاح السهلي دي أهم واحدة في الشلة. حفلات العيال دايماً في بيتها هي. العيال دي بقى علشان تعرف سرهم وعلشان يحسوا بالأمان من ناحيتك لازم يحسوا إن أنت الزعيم عليهم. والزعامة دي ما تجيش إلا من قلب أسد. قلبك هيبقى أسد؟ شوف يا فندم والله أنت لسه ما شفت قلبتي. هتبقى قلب أسد؟ هفاجئك. يا ريت تفاجئني يا بسيوني. أنت خدت كل المعلومات. وريني بقى هتستعد للمهمة دي ازاي.
انت مرفوض من ثلاث جامعات حكومية بسبب سلوكك السيء. يا راجل انا ما عنديش التسيب اللي موجود في الجامعات الحكومية، انا عندي انضباط، عندي التزام، مستوى تعليمي رفيع. ما عندكش تاسة يا فندم. امشي اخلص، ملعون ابو مجانية التعليم اللي بوظتكم. يا فندم انا كنت عايز اقول لك مش ما تقولش اي حاجة، الاولاد بتيجي عندي هنا عشان تتربى وتتعلم. انا فاهم يا فندم. ما انتش فاهم حاجة ابدا، اتفضل يلا على المدرجة. فاهم؟ فاهم يا فندم، وان شاء الله ان شاء الله هكون عند زون حصن حضرتك. ايه بخ طز حضرتك. ايه المدرج منين يا فندم؟ هنا اهو. شكرا. هنتكلم في المحاضره النهارده عن خصائص الموارد الاقتصاديه. اولا بعد اذنك يا دكتور، انا ما حدش يخش لي المحاضره متاخر بعديا. اتفضل بره. اذنك يا دكتور. اتفضل بره. اولا الندره النسبيه، وهنتكلم عن الندره النسبيه. زي ما حضراتكم شايفين الندرة النسبية. ايه ده؟ انت يا اخينا، انت داخل زريبة لا خيالك. قم فز وانت بتكلمني. اسمك ايه يالا؟ بسيون. نعم بسيون، عبد السلام بسيون. ايه حد عنده اعتراض على الاسم؟ انت جيت لنا من انهي مصيبه؟ من ثلاثه يا فندم. نعم يا اخويا. قصدي ثلاث مصايب يا فندم، جامعه القاهره، جامعه اسكندريه، وجامعه جنوب الوادي. ما شاء الله اترفدت من ثلاث جامعات، دي حاجه تشرف والله. واترفدت ليه من ثلاث جامعات؟ والله في جامعه القاهره تقدر تقول ضربت دكتور ضايقني، في جامعه اسكندريه ضربت دكتور سالني اترفدت ليه من جامعه القاهره. كل اللي اقدر اقوله لك انك مش متربي. او ده بقى نفس اللي قاله الدكتور بتاع جامعه جنوب الوادي قبل ما كسر له صف اسنانه التحتاني يا باشا. حسبي الله ونعم الوكيل.